ينضم إلينا من هناك تحديدا من معبر قسطل مراسلنا مصطفى عبد الفتاح. مصطفى أهلا بك إلى هذه الساعة الإخبارية، كيف يبدو عليه المعبر ونحن الآن نقترب من الساعة 3 مساء؟ هل لا تزال الوفود السودانية أعضاء الجالية المصرية حتى داخل السودان تصل وتفد إلى هذه الحدود للدخول إلى الأراضي المصرية؟ كيف يبدو الوضع؟ نعم، يعني هي جنسيات عديدة تأتي وتتوافد إلى الحدود المصرية عبر هذا المنفذ البري معبر قسطل الواقع على الحدود المصرية السودانية، الذي ما زال يشهد توافد لأعداد كبيرة من مختلف الجنسيات. ولكن إذا ما تحدثنا عن الوفود المصرية أو رعايا المصريين الذين تواجدوا في الأراضي السودانية خلال الفترة الماضية، فالسواد الأعظم لمن يأتي إلى هنا عبر هذا المنفذ من الأسر السودانية ومن الجنسيات الأفريقية والأسيوية، وإن كان هناك تواجد لأسر بسيطة من المصريين. نستطيع أن نقول أن معبر قسطل والذي يعمل على مدار الساعة يواصل استقبال عديد من الحافلات، حافلات النقل الركاب الجماعية التي انطلقت من العاصمة السودانية الخرطوم أو من المدن القريبة من تلك العاصمة. ما زال المعبر يشهد حركة التوافد التي تستمر، وإن كانت هذه الأوقات هي أوقات الهدوء النسبي، وذلك نظرا لتوقف العمل من الجانب السوداني وهو المعتاد منذ بداية الأزمة حتى الآن. في هذه الساعات من النهار تكون هناك تعليق لساعات العمل من قبل الجانب السوداني، ولكن هناك بعض الصور التي ازدادت وتم إضافتها خلال هذه الآونة في معبر قسطل، وهي تواجد لعدد من المبادرات والقوافل المصرية من مؤسسات مختلفة. هناك تواجد لمجلس العائلات، مجلس القبائل والعائلات المصرية الذي تواجد من خلال بعض السيارات، سيارات الفحص الطبي الشامل وتوزيع الأغذية من خلال الأغذية، وجبات خفيفة تقدم لكل عابر إلى الحدود المصرية، هذا أيضا بالإضافة إلى بنك الطعام المصري الذي تواجد منذ الصباح الباكر في هذا المنفذ لتوزيع بعض المستلزمات الطبية وأيضا مستلزمات الغذاء وهي الوجبات السريعة الخفيفة. كل هذا في إطار تواجد للهلال الأحمر المصري الذي تواجد منذ اليوم الأول، إضافة إلى هيئة الإسعاف المصري. كل هذه الخدمات تم زيادتها، ومن المعروف أن الخدمات الطبية والخدمات الإنسانية هي التي كانت تتواجد منذ اندلاع الأزمة، ولكن الآن لاحظنا وجود القوافل والمبادرات من مؤسسات مصرية مختلفة تزداد إلى الخدمات الموجودة في هذا المعبر ليكتمل المشهد من خدمات طبية وإنسانية وغذاء، وخلاف ذلك من خدمات تسعى إلى تيسير الخدمات على الوافدين إلى هذا المنفذ البري. هذا أيضا بالإضافة إلى المنظمات الأممية التي زارت معبر قسطل ومعبر أرقين، ونحن في اليوم الرابع من هذه الزيارات المتكررة، فلليوم الرابع على التوالي تتواجد عدد من المنظمات الدولية الأممية داخل معبر قسطل، وذلك لرصد الاحتياجات الموجودة والتعاون مع الدولة المصرية، حسب تصريح عدد من المسؤولين عن تلك المنظمات بأنهم رصدوا بعض احتياجات العابرين إلى المنافذ البرية المصرية، وتم التعاون والتنسيق مع الجهات المصرية لتقديم كل ما هو أفضل للتيسير على الحضور. وبالفعل كانت هناك بعض الخدمات التي قدمتها اليونيسيف خلال الأيام الماضية أو خلال يوم أمس واليوم، من خلال تقديم خدمات إنسانية وخدمات من مرافق تحتية في هذا المنشأ، في هذه المنشأة تحديدا، وذلك للتيسير ولكيفية استيعاب الآلاف التي تأتي إلى الأراضي المصرية. إذا ما تحدثنا عن الجنسيات فكنا قد تحدثنا عن الجنسيات الأسيوية والجنسيات الأفريقية صاحبة النصيب الأكبر في الحضور إلى الأراضي المصرية، وتحديدا في الساعة 9 من صباح هذا اليوم خرج الفوج الأخير لرعايا دولة نيجيريا، والذين تجاوز عددهم أكثر من 2000 مواطن نيجيري خلال الأيام الماضية. هذا الفوج الذي حضر إلى الأراضي المصرية على مدار 5 أيام الماضية، ولكن اليوم خرج آخر فوج من رعايا دولة نيجيريا ليكتمل المشهد بوصول أعداد أخرى من الأسر السودانية والسورية، هذا أيضا بالإضافة إلى وجود جنسيات عديدة من الفلبين والهند والصين التي ما زالت تتوافد إلى المعبر. ربما الصورة من خلفي تظهر حجم الحضور داخل هذا المنفذ تقريبا في هذا التوقيت، والذي نستطيع أن نقول أن هذا هو توقيت الهدوء من كل يوم نظرا لتعليق ساعات العمل من الجانب السوداني كما ذكرت، ولكن هناك بعض الحافلات التي وصلت. طيب، إذن كان معنا مصطفى عبد الفتاح مراسلنا من معبر قسطل حيث كان يحدثنا عما يحدث هناك داخل هذا المعبر. لازال السودانيون والمصريون والجنسيات المختلفة يواصلوا عبورها داخل هذا المعبر أو من على هذا المعبر من الحدود السودانية إلى الأراضي المصرية. مصطفى هل أنت معي الآن؟ الهمام.
أسمعك طيب. جيدا. طيب ما هو يعني معدل إذا كنت تسمعني ف... طيب نعم. مصطفى ما هو معدل العابرين؟ أنت موجود منذ أيام كثيرة وطويلة هناك في هذا المعبر أو حتى في معبر أرقين، ما هو معدل العابرين من الحدود السودانية إلى الحدود المصرية في ظل هدوء الأوضاع نسبيا في العاصمة واستقرارها ربما في ولايات أخرى؟ نعم، يعني إذا ما تحدثنا عن أعداد الوصول إلى المنافذ البرية المصرية فنحن نتحدث عن معبرين، معبر أرقين ومعبر قسطل. فوفقا لما هو مسجل في سجلات هذا المعبر معبر قسطل ووفقا لحديث مع المسؤول عن المعبر تحدث بأن الأعداد أعداد الوصول إلى منفذ قسطل فقط خلال الأيام الماضية ومنذ اندلاع الأزمة وصل إلى ما يقرب من 30,000 وافد من مختلف الجنسيات، وهذا الرقم ربما يزيد عن معبر أرقين الذي بدأت الحركة فيه تكون أهدأ بكثير، خاصة مع فتح معبر قسطل أو تقديم ورفع درجات الاستعدادات في هذا المعبر تحديدا، نظرا لأنه يستوعب الآن معظم من يتوجه إلى الأراضي المصرية. لذلك الأرقام ربما تصل إلى ما يقرب من 40 أو أكثر من 40,000 عابر حتى الآن من مختلف الجنسيات، وهذا هو الرقم داخل المعابر، ولكن ننتظر البيان الرسمي للأرقام الحصرية وفقا لبيانات وزارة الخارجية المصرية. نحن نتحدث عن عديد من الجنسيات، ولكن إذا ما تم ربط الأعداد بحالات التهدئة التي تحدث في الأراضي السودانية فمن خلال حديثنا مع عدد من الأسر السودانية تحدثوا بأن بعض حالات التهدئة التي تكون موجودة في الأراضي السودانية تؤشر إلى أمرين. الأمر الأول هو أن تبقى الأسر السودانية في مكانها أو تتجه إلى بعض الولايات الأخرى الهادئة، وهذا هو المحتمل خلال بعض في بعض الأوقات نظرا لصعوبة التنقل إلى الحدود المصرية وارتفاع التكاليف على بعض الأسر. والأمر الثاني ومن خلال التهدئة الموجودة فإن المؤشر يقول أن كثير من الأسر ستتجه في حالات الهدوء إلى الحدود المصرية ربما لصعوبة الأوضاع خاصة في السودان، خاصة في العاصمة السودانية الخرطوم. وكما تحدثت مع عدد من الأسر السودانية فقالوا إن العاصمة أصبحت تبدو خاوية نظرا لانقطاع كثير من الخدمات وعدم توافر الأغذية والمستلزمات الطبية. كل هذه الأمور تؤشر إلى فرار جماعي من العاصمة السودانية الخرطوم، ولكن التوجه إلى الحدود المصرية خلال الأيام القادمة يرتبط بحالات الهدوء، إما التوجه إلى بعض الولايات الأهدأ والأكثر استقرارا داخل الأراضي السودانية أو التوجه إلى الحدود المصرية في حالة ازدياد الأوضاع وزيادة الاشتباكات والصراعات ما بين الأطراف السودانية. وربما نشاهد هذا من خلال الصورة التي ما زالت تقول إن الأعداد الموجودة حتى الآن هي في ثبات، وإن كانت بعض الأوقات تتزايد الأعداد، وهذا هو ما يؤشر على أن الأعداد خلال الفترة القادمة لن يقل عن هذا المعدل، لن يقل عن هذا المعدل، ربما نلاحظ وصول أعداد أكبر أو تبقى الأوضاع على ما هو عليه حتى الآن في ظل حالات التهدئة والوساطات الموجودة ما بين كثير من الدول والمبادرات لإيجاد وسيلة من التهدئة ما بين الأطراف السودانية. طيب مصطفى كيف يبدو التعاطي الشعبي من في المدن المصرية في المناطق ربما على الحدود المصرية السودانية مع كل الوافدين والعابرين إلى الأراضي المصرية سواء في أبو سمبل القريبة طبعا من هذين المعبرين أو حتى في محافظة أسوان بشكل كامل؟ نعم، يعني نتحدث عن التجمع السكاني الأقرب إلى معبر قسطل وهي مدينة أبو سمبل كما ذكرت بالفعل زميلي همام، عبر هذه الطريقة أو عبر هذا الطريق المؤدي إلى مدينة أبو سمبل نحن الآن في شرق النيل بالعبور إلى شطي نهر النيل بالجهة الغربية نصل إلى مدينة أبو سمبل، ربما هي تبعد ما يقرب من 30 كيلو متر ولكن هي عبر نهر النيل. الوسيلة الأكثر تحديثا في البيانات الصادرة إلينا من الأجهزة المعنية في الدولة المصرية وتحديدا في محافظة أسوان تقول إن بعض الخدمات التي قدمتها الدولة وما زالت تتوافد إلى المعابر من خلال تقديم الوجبات ومن خلال توفير وسائل نقل جماعي خارج أسوار هذا المعبر، هذا هو الشق الرسمي اللي متعرف عليه خلال الآونة الأخيرة. أما بالنسبة للمبادرات الشعبية كما ذكرت فبكل تأكيد رصدنا خلال الأيام الماضية عديد من المبادرات، كانت هناك مبادرة شبابية أتت إلى هنا وحضرت إلى معبر قسطل وذلك في محاولة منهم كمجموعة من الشباب من أهل مدينة أبو سمبل لتقديم بعض الخدمات سواء خدمات الغذاء أو الخدمات اللوجستية وتقديم أيضا وسائل اتصال لكل من يعبر الحدود المصري للتواصل مع ذويه، خاصة وأنه فقدوا الاتصال مع ذويهم خلال الرحلة الطويلة من العاصمة السودانية الخرطوم إلى القاهرة. كانت هناك أيضا بعض المبادرات من مدينة أسوان المصرية، هناك بعض الشباب والجمعيات والمؤسسات مؤسسات المجتمع المدني التي توافدت لتقديم أوجه الدعم للعابرين والوافدين إلى الأراضي المصرية. وك
كما ذكرت الآن هناك تواجد لمؤسسات موجودة بالفعل على أرض الواقع. هناك بنك الطعام المصري الذي يقوم بدوره بجانب الهلال الأحمر المصري وهيئة الإسعاف المصرية، وأيضا مجلس القبائل والعائلات المصرية الذي يقوم من خلال شقين، الشق الأول هو تقديم الشق الطبي، وهذه هي السيارات الموجودة. ربما الصورة تظهر إحدى السيارات سيارة لتقديم فحص طبي شامل تابع لمجلس العائلات والقبائل المصرية ومجلس مجلس القبائل والعائلات المصرية عفوا، وأيضا من خلال توزيع الوجبات الخفيفة والسريعة على كل من يعبر الحدود المصرية. وهذا هو ما تم رصده من حيث توافد أعداد كبيرة من المؤسسات والجمعيات التي تحرص على تقديم كل أوجه، سواء الدعم الطبي أو الدعم الغذائي، وهذا هو ما تم توفيره ربما بشكل كبير أكبر من أعداد الحضور. وهذه هي الأيام التي تثبت أن ما تقوم به الدولة المصرية لم يعد يكفي الأعداد القادمة إلى الأراضي المصرية فقط، بل أكثر بكثير. مع سرعة الأيام ومع تعاقب الأيام أصبحنا نستطيع أن نقول أن النجاح المصري يتبرهن ويتأكد من خلال أرض الواقع، وهذه هي الشهادات، سواء شهادات العابرين من الأسر السودانية أو مختلف الجنسيات، أو أيضا من خلال حديثنا مع المنظمات الأممية التي توافدت إلى معبري أركين وقسطر. وخلال حديثي وتصريحات للقاهرة الإخبارية قال أحد المسؤولين من أحد المنظمات الأممية بأن ما تقوم به الدولة المصرية لاستيعاب كل الآلاف التي تأتي إلى الحدود المصرية هو أمر عظيم، ويتوجب عليه توجيه الشكر إلى الدولة المصرية على الجهد المبذول. ومن خلفك مصطفى نرى جميع الفئات من السيدات والرجال والأطفال والشيوخ حتى الذين يقفون في الظل تحت هذه السيارة من أجل التقاط أنفاسهم والذهاب بعيدا عن أو على الأقل لأقرب تجمع سكني. فيما يتعلق بالتجمعات السكنية أو بالمدن التي يقصدها غير المصريين العابرين من هذا المعبر، أي المدن ربما يقصدها هذه الحافلات التي من ورائك من بين الجنسيات غير المصرية؟ هل هناك مدن بعينها يقصدها السودانيون و غيرهم من الجنسيات المختلفة؟ هل يتمركزون في مدن الجنوب في أسوان في أبو سمبل في مدن الصعيد وغيرها، أم يذهبون ربما إلى محافظات متفرقة؟ نعم، يعني بداية زميلي همام، كل هذه الحافلات التي تنقل الركاب من الأراضي السودانية هي في الأصل حافلات سودانية وفقا للتعليمات والقرارات وما هو متعارف عليه من الجانب المصري. فإن هذه السيارات تقف وتنتهي بها المسار عند مدينة كركر المصرية قبل محافظة أسوان، لذلك هذه الحافلات تقف عند هذه النقطة ويتجه بعد ذلك مستقل هذه الحافلات إما للمكوث في مدينة أسوان، وهذا هو الغالب على معظم الأسر السودانية التي يبدو أنها ستتجه إلى مدينة أسوان وفي مدن الجنوب عفوا مثل مدينة الأقصر المصرية. أيضا هناك كثير من الأسر السودانية أعربت عن أنها ستتواجد في جنوب مصر، وهناك من سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة أو مدينة الإسكندرية أو مدن القناة. هناك كثير من الأسر التي ترتبط بصلات قرابة مع أسر مصرية، لذلك فهناك من ناحية الأسر السودانية تشعب في التوجه، سواء كان الاستقرار في جنوب مصر وهو النسبة الأكبر أو التوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة. أما بالنسبة للجنسيات الأخرى فهناك من سيغادر إلى وجهته الأصلية، وذلك انطلاقا من مدينة أسوان عبر محطات القطار وبعد ذلك المطارات المصرية المختلفة أو من مطار أسوان نفسه، وهو ما رصدناه خلال الأيام الماضية حيث اكتظ مطار أسوان الدولي بعديد من الرحلات الجوية التي تنقل كل من اتجه إلى الحدود المصرية إلى وجهته الأصلية، وهذا هو الشيء الذي رأيناه خلال هذه الأيام. لذلك إذا ما استطعنا أن نجمل المشهد بالنسبة للوصول إلى الأراضي المصرية، هناك نسبة كبيرة من الأسر السودانية هي التي ستستقر في الأراضي المصرية، ولكن نبد أيضا أن نؤشر إلى نقطة هامة وهي الأسر السورية عفوا زميلي همام. الأسر السورية التي توافدت إلى الأراضي المصرية كانت قد استقرت بعد اندلاع الحرب والأوضاع السيئة في الأراضي السورية خلال العشرة أعوام الماضية في الأراضي السودانية، والآن ينتهي بها المطاف في الأراضي المصرية، يعني معبرة عن أن الوضع يسمح لها أو سيسمح لها بالتواجد في الأراضي المصرية و تغيير الوجهة مرة أخرى، ولكن إلى أين لا يعلموا حتى الآن إلى أين سيتوجه، وهذا هو الفيصل خلال الأيام القادمة في كثير من الأسر السورية. وربما نربط بين حديثك وبين مجلس جامعة الدول العربية الذي تبنى قرار منذ دقائق قليلة بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وكان من بين شروط ما يتعلق بعودة النازحين واللاجئين السوريين. سؤالي الأخير وإن كان وإن بدا مستغربا قليلا مصطفى، هل رصدت أي عبور من الناحية الأخرى من الأراضي المصرية إلى الأراضي السودانية، خصوصا مع استقرار أو الاستقرار النسبي للأوضاع تحديدا في الولايات الشمالية؟
نعم، يعني رصدنا خلال الأيام الماضية وتحدثنا من خلال الخدمات الإخبارية السابقة عن أن المعبر يعمل على شقين، الشق الأول هو الدخول إلى الأراضي المصرية، والمعبر من الناحية الثانية يعمل في الدخول إلى الأراضي السودانية، ولكن هذه النسبة هي نسبة ضعيفة ونسبة قليلة مقارنة بمن يأتي إلى الأراضي المصرية. من يأتي إلى الأراضي السودانية عبر هذا المنفذ أو يتجه إلى العمق السوداني هي بعض الأسر السودانية التي ارتأت أن تتوجه إلى بالفعل المدن الأكثر هدوءا والعودة إلى شمال السودان، خاصة أن هناك كثير من المدن في الشمال السوداني ما زالت تحتفظ بأنواع كثيرة من الهدوء، لذلك هناك بعض العائلات التي قررت العودة مرة أخرى إلى الأراضي السودانية والارتكاز والمكوث في المدن الأكثر هدوءا، وهذا هو ما اتضح من خلال الأعداد، وأن كانت هذه الأعداد ليست بالكثيرة حتى الآن. نعم. مصطفى عبد الفتاح مراسلنا من معبر قسطل على الحدود المصرية السودانية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة.